تتواصل جهود موبيليس في تعزيز أكبر نسبة تغطية لشبكتها من خلال توفير أجود وأحسن نوعية لزبائنها، حيث يسرنا الإعلان عن تركيب 4 هوائيات جديدة للهاتف النقال وضعت حيز الخدمة على مستوى المدينة الجديدة بوينان بالبليدة، تزامنا مع عمليات توزيع السكنات التي تشهدها المنطقة. تواصل جهود موبيليس في تعزيز أكبر نسبة تغطية للشبكة من خلال توفير أجود وأحسن نوعية لزبائنها، حيث يسرنا الإعلان عن تركيب 2 هوائيات جديدة للهاتف النقال وضعت حيز الخدمة